شايف ان الاتحاد الكلام اللي بيتقال دايما اللي هو دايما بيبقى واقف مع الاهلي والزمالك ضد الانديه التانيه، ولا الكلام ده بيبقى غلط؟ الاهلي والزمالك هم انديه كبار واصحاب تاريخ وانجازات كبيره جدا 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 لمصر، لازم يكون ليهم بعض المعامله المختلفه بالظبط زي ما ولكن هو اللي انا يعني بلوم على الناس فيه او اللي بيظهر للناس بيصدر شكل مش كويس انه ان انا ممكن يعني يبقى في ظلم لحقوق انديه اخرى على حساب الاهلي والزمالك او لحساب الاهلي والزمالك، لكن ان يكون ليهم معامله خاصه ده طبيعي جدا زي محمد صلاح في منتخب إيه؟ مصر لازم يكون ليه المعامله الخاصه في ايه يعني؟ لا يعني في ايه دي امور اداريه ونواحي في التعاملات والبروتوكولات. تمام. يعني مثلا ما ينفعش اقول والله النادي الاهلي مثلا او نادي الزمالك اما نيجي مثلا في اجتماع هقعده في اخر لا طبيعي ده واجهه الكره المصريه الاهلي والزمالك اصحاب انجازات وبطولات وتاريخ افريقي وعالمي بـ 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 يعني الكره المصريه بتتصنف بناء على الاهلي والزمالك بالظبط اكيد طبعا. فما ينفعش يبقى في تجاهل واقول انه زيهم زي اي انديه وتعب يعني. طب شايف ان الاصوات اللي دايما في بيراميدز اللي احنا مش زي الاهلي والزمالك ليهم الحق في كده ولا لا؟ لا هم طبيعي مش زي الاهلي والزمالك، بيراميدز يعني طبيعي ده بيراميدز نادي لسه طالع اشهاره من كام سنه يعني حتى اجراءاته لسه ما خلصتش يعني اجراءات اصلا تغيير اسمه والحاجات دي كلها لسه ما خلصتش في الوزاره وفي اجراءات اسم من هو لسه الاسيوطي؟ مفيش نادي اتغير اسمه لسه في مصر، لسه في حاجات في قانون الرياضه في التعديل لازم تتعدل. ما حدش يقدر يغير اسم النادي، مفيش حاجه في القانون يستند عليها انه يغير اصلا. يمكن لسه من كام شهر ولا حاجه بداوا هم يشتغلوا عليها او يقبلوا الورق بتاعها. لكن الامور صعبه يعني. فطبيعي جدا ان بيراميدز لكن بيراميدز تعالى بقى للمنظومه الاحترافيه اللي بيدير بقى بيراميدز لا يعني حاجه كبيره.